احنا من نطير اول طيره هاي قلت لك عليها النزهه أيه. وراها يبدي العمل يمانة أيه. يعني الدروس أيه. الدروس أيه. الطيره الاولى الطيره الثانيه الثالثه الرابعه نجمع ساعات معينه تمام. من نجمعها يجي رئيس الطيارين يجي يفحص طالب طالب يعني انا مثلا بدع الساعه يلا امتحنوني زين أنا أطير لو ما أطير إذا زين زين يخلوني عدينا روح طير مفرد بعدي أنا أخذ طيارة أكو جماعة بثمان ساعات أصدقائي ثمان ساعات أخذوا هذا الموافقة وقاموا يطيرون بحد أكو جماعة لا 14 ساعة و 15 ساعة هذولا أوت يطلعوهم من الطيران يقول لك هذا يعني طيارة خفيفة وصغيرونة كذا ما قدر يعني يعتبر فاشل ايه ايه فاشل واللي يفشل في هاي المرحلة بكيفهم يرجعوا الكلية عسكرية يدخلوا أشياء إدارية بالقوى الجوية تموين سيطرة جوية بس مو طيران لا ايه؟ خلص انتهى ايه نكمل هذا الكورس نروح إلى طيارة ثانية أسرع وأمتن من هذه وتسوي ألعاب كاملة يعني لوب وملوب وبرولو وهذه إيش اسمه قديمة أيضا همينة بالحرب العالمية الثانية اشتركت في القتال يعني بيها رشاشات وما رشاشات طرنا بيها همينة همينة نفس الشيء إذا واحد أخذها بثمان ساعات هذا زين وذاك الأخ إذا ما أخذها يعني عندنا حوالي 7-8 فشلوا على هذه الطيارة زين طرت وحدك على مقاتلة هو هسه أي أنا أريد مشاعرك وأنت وحدك بالجو هو هذا هاي الطيارات كلها لازم أطيران منفرد شنو أول مرة أول طيران منفرد وأنت وحدك بالجو شنو مشاعرك هي أحد الأشياء اللي بيها خوف بيها رعوب لا هو إذا الخوف يعني أنت تخليه ببالك كطيار اسم الله عليك يموت يعني يموت الطيار مني يخلي بباله الموت يموت يعني ما العفو يخلي بباله خوف يموت هو يقال نعم. يعني حتى بالمصطلحات العسكرية أو بالوصف العسكري للمقاتلين يقولون أشجع واحد هو الطيار لأن هو يعني كل المقاتلين يقاتلون ومعاهم زملائهم يعني الكتيبة الفرقة اللواء بينما الطيار هو يقاتل وحده ماكو أحد وياه اي اكو فهذه شجاعة يعني اكو اي طبيعي هو الطيار لازم يكون شجاع يعني لازم يكون تطي انت مثلا فد واجب يطير من بغداد يروح يضرب طهران او يطير من الحبانية يروح يقصف اسرائيل ذولا شنو ذولا يعني شنو من الشجاعة اللي يملكها اللي يطير هيك ويعرف انه طيارات راح تضربه الانتي ايركرافت الاسلحة كلها تتوجه عليه وتحرقه لكن ما يدير بال يعني يعني من رحت السعودية تذكر أول واجب خلينا هسه نرجع عليها هاي بس أول واجب طيران نفذته لا هو هاي من الطيارة الخفيفة لازم أطير بوحدي لازم عندي ساعات معينة في كل طيارة أنا أقصد أول واجب تكلفت بيه واجب أي واجب تكلفت بيه مو يعني بعد تخرجك بعد تخرجنا احنا تحولنا على الهنتر 10 يعني قسمونا من انت تخرج احنا لازم نتخرج على مقاتلات يعني لازم الطيار يتخرج على مقاتله ماكو غيرها يعني هليكوبتر ما شنو هذا ماكو يطير هذا على مستوى طيرانه يقسم على الطائرات هذا روح هليكوبتر حسب حاجة القوة الجوية إلى هذه الأصناف أنت روح قاصف أنت روح هليكوبتر أنت روح مدني طائرات يعني النقل وهذا فإحنا صارت اتجاهنا على الهنتر بالحبانية 10 إحنا 10
بس من رحنا هناك ما طيرونا على الهنتر. ليش؟ مسألة سياسية، القائد والهذا يعني ما يريد يطيرنا، لأن قبلوني حردان وصالح وهدي عماش الله يرحمهم كذا، والقائد ما يحبهم لهم، فذولا جماعة صالح وهذا، فما يريد يطيرنا هنتر. يابا الهنتر رايحة للشمال وللكركوك وللموصل، دت يعني هاي مال الأكراد وما حركات ما أدري شنو كذا. ماكو طيارات هنتر طيرنا، ولاكو طيارية، جابونا في طيارات قديمة الفينم، بس هي مقاتلة يعني، الفينم والفامباير إنجليزية قاتلت بالحرب العالمية الثانية وهذا، لكن عتيقة يعني كتلة من أدنى من 10 3. أنا احترقت الطيارة بيه.